الهنا. أسنانه بتؤلم جدا وزار الطبيب، وللأسف الطبيب قال له لو جيت من فترة مبكرة كان ممكن أنا أعالج لك مشاكل كثيرة. شنو السبب في أنه إحنا ما بنلجأ للطبيب إلا فقط لعلاج ألم أو إزالة سن أو ضرس؟ هل الكشف الدوري المنتظم كان ممكن يساعد كثير في علاج حالات مختلفة؟ اليوم هنتحدث عن الكشف الدوري للأسنان من ضمن حديثنا في ملف الأسنان. برحب بكم مشاهدينا، وبرحب بضيفنا الكريم دكتور عبد الرحمن مرتضى، استشاري أمراض اللثة وطب الفم. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير. هل في ضرورة للكشف الدوري عن الأسنان؟ هو الكشف الدوري مهم جدا، مش بس في الأسنان، في كل مجالات الطب. نعم. لكن بالنسبة للأسنان مفروض أنت كل فترة على الأقل كل 6 شهور تتزاول زيارة الطبيب الأسنان. الزيارة المبكرة طبعا بتوريك أنه لو في أسنان سوست، وبالتالي أنه ممكن أنت توصل لأنه بس تعمل حشوة بسيطة، لو أحملتها طبعا ممكن توصل لعلاج الجذور، أو لو ده فشل ممكن توصل لأنه أنت في الآخر تضطر أنه تطلع السن أو الضرس. نعم. هل هو يعني أنت الآن ذكرت أنه دي حاجات صحية، مرات الناس بيكونوا يقول لك لحاجات جمالية هم بيراجعوا الطبيب، كيف ممكن تكون الأسباب مختلفة ما بين صحي وما بين جمالي؟ طبعا في بعض الناس بيكونوا عملوا تركيبات اصطناعية. نعم. يعني زي الأطقم المتحركة، الأطقم المتحركة بعد فترة ممكن تبتدي تاخذ وضع او تتحرك في من 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 الموقع اللي هي اصلا كانت ثابته فيه، وبالتالي انه هنا بنضطر انه نشيله ونعيد وضعه ثاني. نعم. او بطريقه انه اعاده تبطينه. نعم. ونرجعه. نعم. او في بعض الناس بيكون عندهم التركيبات الثابته ممكن تكون اتكسر منها حته، حصل فيها تغيير في في. نعم. يعني ربما يا دكتور الناس دائما بتعرف الالتهابات اللي بتجي للثة، مشاكل الفم، يقول لك في خراج، حاجات زي دي، لكن مؤخرا بقينا نسمع برضو عن سرطانات الفم، كيف ممكن الكشف الدوري المنتظم يساعد على علاجه؟ طبعا هي في الاول يعني المشكله بتاعت سرطانات الفم ممكن يعني تكون حاجه بسيطه، الشخص في نفسه ما بكون متخيل انه ممكن ده يتطور. نعم. او ممكن يكون سرطان للفم دي، ويعني واحده من المشاكل بحكم انه هو سرطان هو خبيث. نعم. ما يعني ما بيديك اي نوع من الدلاله انه هو بخبثه الا في مراحل متاخره، وبيفاجئك انه تضطر انه تعمل حياه اكبر من ما انت كان ممكن. نعم. تعمل. طيب علامات شنو عشان الناس تكون حريصه على الكشف المبكر؟ يعني علاماته دي صعبة، يعني ممكن تكون قرحة بسيطة في الفم، وممكن تكون هي دي البذرة. نعم. لكن عامة سرطانات الفم بتيجي للناس اللي بيدخنوا أو بيستعملوا التمباك بإسراف. نعم. أو الناس اللي بتستعمل الخمور البلدية. نعم. ممكن دي كلها تؤدي إلى سرطانات. تكوين سرطان الفم. برضو في بعض الأحيان إنه ممكن لو واحد عنده سنة مكسورة في فمه وما اهتم بإزالته، أو إن شاء الله يكون عمل لها حشوة. نعم. الاحتكاك على سبيل المثال مع الطرف الخلفي بتاع اللسان مع مرور الوقت ممكن يبقى نوع من السرطان. نعم. في اللسان. يعني حمان الله وإياكم وشفى المرضى. هنواصل حديثنا بعد ما نشوف الاستطلاع التالي. ضروري انه زول يعمل كشف دوري للاسنان لانها مهمه جدا في جسم الانسان، وضروري يعني الكشف الدوري هو للاسنان مهم، فهو يعني بيساعد الواحد انه يعني مثلا يكون صحي، طبعا اسنانه تكون صحيه، فمقابلة طبيب الأسنان هي حاجة ضرورية جدا للإنسان كل فترة. الكشف الدوري للأسنان حاجة مهمة، خصوصا إنه لو أهملنا السن بيسويس وبتعمل مشاكل، حاجة مش رفاهية. اهتمام بالأسنان شيء ضروري، لأنه الأسنان في كبر السن وكده حاجة ضرورية جدا، فذلك لازم يعني متابعة الطبيب.
هل دكتور الزيارات الدورية للطبيب دي عندها فترات محددة؟ عامة بنقول على الأقل كل 6 شهور. كل 6 شهور. لكن في بعض الحالات بنقول للمريض تعالينا كل شهرين. نعم. في بعض المرضى بنقول لهم تعالوا كل 9 شهور. في نعم. في بعض المرضى بنقول لهم والله تعالوا كل سنة. حسب حالتهم المرضية. نعم. ولا حسب العمر؟ نعم. لا مش العمر، يعني أي واحد مفروض عنده أسنان في فمه. نعم. أو عنده تركيبة اصطناعية. نعم. مفروض زيارة الطبيب تكون دورية. لكن أنا قصدي على الفترة المفروض يتردد فيها للطبيب، بتزيد أو تقصر حسب مثلا حالته المرضية، المشكلة اللي عنده في أسنانه مثلا؟ لا برضو، يعني ما هي تتوقف على يعني هو مفروض كل 6 شهور يراجع. نعم. ليه؟ لو في أي حاجة في الفترة الست شهور المضت. نعم. ظهرت حاجة جديدة ممكن احنا في من الوقت المبكر نعرفها ونعالجها. العمر او الفئة العمرية هل برضو بتكون ثابتة فيها كل 6 شهور، ولا مثلا الاطفال بيختلفوا على الناضجين؟ لا برضو كل 6 شهور نفس الحكاية. بس الاطفال يمكن نجيبهم كل فترة اكثر شوية. نعم. يعني كل 4 شهور، كل 3 شهور، على اساس انه هم بياكلوا الحلاوة اكثر. نعم. من الكبار، وبالتالي انه يعني بنجيبهم على اساس انه نوريهم السواك، ويعني حتى النصايح انه والله يا اخي عاوز تاكل حلاوه اكل حلاوه، لكن مره مرتين وبين الوجبات، على اساس انه لو احسن انه انت تاكل خضروات احسن من تاكل الحلاوه. لو اضطريت. نعم. تاكل الحلاوه تاكلها مع الوجبات او بعد الوجبه. نعم. او مثلا اذا قلنا لهم السواك المباشر طوال وراء اكل الحلاوه ده ممكن يقيها، مش كده؟ ده مهم جدا. نعم. ده مهم جدا. نعم. يعني على سبيل المثال لو انت شربتي كوبايه شاي فيها سكر. نعم. نسبه السكر اللي قاعده في فمك ما حتقعد فتره طويله، على اساس انه اللعاب حيزيلها. لكن لو انت اكلتي حلاوه من النوع اللزج. نعم. دي حتقعد فتره اطول على الاسنان، ودي ممكن هي تسبب مشاكل الأسنان. طيب يا دكتور، يعني هل المراجعة الدورية للطبيب معناها التزام بطبيب محدد باسمه بمكانه، ولا أي طبيب مختص؟ والله هي أنت مفروض لو أنت مشيت لطبيب معين يكون أحسن، أو يعني لو أنت مستمر مع طبيب معين يكون أحسن. نعم. لعدة أسباب، واحدة منها أنه أنت بيكون الطبيب ده بيعرفك، بيعرف أسرتك، بيتعامل معك بطريقه معينه. نعم. عنده ملف لك، يعرف التاريخ المرضي. التاريخ المرضي. نعم. معك. نعم. لكن لو انت حتنط من دكتور لدكتور، كل دكتور حيبتدي معك من الصفر، وما حيكون يعني حتقول والله انا مشيت عملت كده او. نعم. سويت كده، يا اما تذكر يا اما حيكون في حاجات مفقوده. يعني مفقوده. احنا حنواصل حديثنا بعد مشاهده الاستطلاع التالي. بيت الهنا. الواحد ممكن يقابل طبيب الأسنان كل 4-5 شهور، حوالي 6 شهور سنة. طبعا بيقول كل 6 شهور انه طبيا مظبوط، لكن 6 شهور دي لا ما اعتقد. كل 3 شهور تراجع الطبيب المختص الكشف الدوري. مهم جدا يكون كل 6 شهور، لان الاسنان يعني هاي حساسه جدا. يعني بيت الهنا. دكتور، كثير بنسمع الغربيين بيقول لك طبيب العائلة، وإحنا لسه الثقافة دي ما جاتنا. هل مفترض أن يكون الأسرة نفسها عندها طبيب بتراجع في مشاكل الأسنان بتاعتها؟ كما أنت تفضلت قلت أنه إحنا التفكير دي لسه ما يعني ما وصلنا. نعم. طبعا هو من الأفضل أنه الناس تمشي تكون عندها طبيب معين. نعم. على أساس أنه هو بيكون متابع معك المرض، يعني ممكن يكون بيعرف الاطفال، وبيعرف انه والله انه الطفل ده وداه لاختصاصي بتاع تقويم. نعم. عارف انه والله هو اتعمل له العمليه الفلانيه، كل وهو ما كبر هو ماشي معاه. نعم. لكن الثقافه دي زي ما تفضلتي احنا ما جاتنا. نعم. ونتمنى هي تكون عندنا. يعني هل هي يعني اذا وصلت او اذا الناس عرفت اهميتها، هل هي بالضروره ان يكون في طبيب بيعرف كل افراد العائله بامراضهم المختلفه ومشاكلهم الصحيه المختلفه؟ دي حاجه ضروريه؟ مش ضروريه بالمعنى انه هو يعني هي ضروريه انه المفروض يكون عارفها، لكن لو هو بيتعامل مع اسره. نعم. بيكون افضل من ما يتعامل مع شخص وبعدين يجي يقول والله
ابني ده مشى للدكتور فلان وقال له والله اعمل كده، رايك شنو؟ نعم، يكون احسن انه لو هو شافه من الاول وتابعه من الاول يكون افضل. نعم، في ناس مرات بيقول لك احنا الكشف الدوري للاسنان ده ما بنقدر عليه عشان التكلفه الماديه وظروفنا الاقتصاديه ما بتسمح، شنو رايك في الكلام ده؟ انت قبل شوي قلتي في ثقافه ما جاتنا بتاعت طبيب العيله. نعم، في دلوقتي ثقافه دخلت علينا جديده انه والله انه في شركات بتاع التامين، التامين الصحي، التامين الصحي. نعم، او شركات اخرى غير التامين الصحي بتاع الدوله، يعني انت واسرتك بتشترك في التامين ده. نعم، وبالتالي انه انت ممكن عن طريق التامين كل 6 شهور تيجي تقابل الطبيب. نعم، بالطريقه دي بيكون يعني اخف بكثير من العبء الاقتصادي. نعم، اذا انت ما عندك زول. نعم، شركه مؤمنه لك يعني. وطبعا في بعض الشركات ما بتامن لك كل الاسنان، يعني يقول لك والله بعمل لك العلاجات، الحشوات، نظافه اللثه كده كده، لكن في بعض الشركات تقول لك والله يا اخي التركيبات ما معنا. نعم، ودي بس مش عندنا احنا، برضو في الدول الثانيه عندها نفس الحكايه، يقول لك التركيبات يعني في طرق الزول ممكن يخفف فيها العبء الاقتصادي عشان هدف اكبر اللي هو مراجعه الطبيب. نعم، بصوره منتظمه. نعم، هل في يعني طرق او في سلوكيات احنا لو عملناها وراجعنا الطبيب بصوره منتظمه ممكن يساعد على انه احنا نكون بصحه بتاعت اسنان؟ لو احنا تابعنا الطبيب بطريقه مستمره على الاقل كل 6 اشهر. نعم، ممكن اي يعني انا عارف ان هي صعبه تقول لي شخص ما عندك الم. نعم، او ما عنده وجع، صعب ان تقول له تعال تزور الطبيب. نعم، لكن زياره الطبيب فيها الشفاء زي ما قال المثل. نعم، دكتور عبد الرحمن مرتضى استشاري أمراض اللثة وطب الفم، بنشكرك على هذا الحوار الشيق وهذه المعلومات المفيدة في حلقة اليوم. شكرا. ومشاهدينا، مراجعة الأسنان هي ضرورة ليس فقط من أجل الجماليات زي ما بيفتكر البعض، وإنما لتدارك أمراض أخطر من خطيرة، وعشان المشكلة الصغيرة ما تصبح مشكلة كبيرة. وانت برضو يا ست البيت متابعتك لهم في أكلهم ضرورة، خليكي معنا في فقرة الطبخ. بيت الهنا، نحييكم مجددا مشاهدينا، واليوم حنعطيكم طريقة جديدة للمكرونة مع شيف سامي محمد. ازيك يا شيف سامي؟ اهلا ومرحبا بك استاذ سحر، ومرحبا بالسادة المشاهدين، وطريقة جديدة لطبقنا ان شاء الله. اليوم عايزين نتعرف على المكرونة وطريقة تحضيرها. المكرونة اللي عندنا الليلة هي اسباكيتي باللبن. عندنا مكوناتها، عندي هنا اسباكيتي، عندي زبادي، لبنة، عندي صنوبر، عندي لوز، لحمة مفرومة، عندي بقدونس وثوم. نعم، بالإضافة للملح والفلفل والزيت. إذا نشوف كيف نبدأ خطوات التحضير. طيب قبل ما نبدأ خطوات التحضير عايز أذكر يعني عندنا هنا طبعا معروف أنه نحن المطبخ الإيطالي هو مطبخ معروف أنه بالمكرونات. نعم، فالمعجنات أيضا. عندنا الليلة عايزين نعمل خلطة ما بين المطبخ العربي والمطبخ الإيطالي. نعم، فهنا نجي نشوف أنه نحن بنبتدي نشتغل كيف. نعم، في نحضر الثوم. نحضر الثوم هنا بضيف لي زيت للطوبة بتاعتي، طبعا زدت لي حطيتها في النار ولعت عليها النار. بجي اقوم اقطع الثوم بتاعي، بقطعه بيكون بطريقة كبيرة شوية بالطريقة دي كده. بعد ذاك عشان اقوم اضيفه للطوبة، اضيفه في الطوبة بتاعتي. فعندي هنا الاسباكيتي، عايز اوضح انه كيف انا عملت الاسباكيتي بتاعتي. نعم، اللي هي طبعا بنخطها دايما بنخلي المويه بتاعتنا تغلي اول. بعد ذاك بنقوم اذا عايز اضيف لها ملح ممكن اضيف لها ملح. نعم، او ممكن اسيب الملح بعدين اضيفه في الصوص بتاعي، فهذاك الخيار اللي بيجي عليه. هل بتضيف شويه من الزيت برضو؟ الزيت بعد ما تطلع من المويه، بعد ما اصفيها من المويه، بعد ذاك بضيف زيت حتى انها ما تتشابك، حتى ما تشبك مع بعض. نعم، وتتماسك لي وتبقى لي ترجع لي تبقى لي عجينه ثاني. نعم، من جديد. يعني بنلاحظ زي ما انت ذكرت المطبخ الايطالي هو يعني بيتفنن في انواع المعكرونه اللي بيسميها الباستا، وبرضه المعجنات، بالاضافه للمنكهات. فاليوم انت مستخدم البقدونس والثوم. ايوه نعم، استخدمت الثوم واستخدمت البقدونس في الطبق بتاعي اليوم. نعم، وعندي
برضه بالنسبه للمكرونه، انا اي اسلق المكرونه بتاعتي فلازم اكون محضر جنبي مويه بارده على اساس انه انا اطلعها من المويه السخنه مباشره للمويه البارده تحتفظ لي بالدرجه بتاعت النضج اللي انا طلعتها بيها عشان ما تزيد لي في. يعني اذا احنا تركناها في المويه الساخنه بتواصل عمليه الطهي. هي لو خليناها في المويه الساخنه بتواصل عملية الطهي، او اذا صفيتها فقط وخليتها سبتها برضو يعني بيجي بلقاها زادت لي في درجه الطهي بتاعتها. فعشان كده دايما بحاول استعمل مويه بارده عشان حتى المويه البارده بتحافظ على لون المعكرونه نفسها بما انها من المعجنات بيكون لونها مشرق يعني وجميل. نعم المويه البارده بتحافظ لي على شكل المكرونه على لون المكرونه. نعم. بعد ذلك بصفيها من المويه البارده واطلعها وبقوم اعمل لها شويه زيت زي ما ذكرتها على اساس انها ما تتماسك مع بعض. هنا بقوم بضيف الصنوبر. نعم. جزء من الصنوبر بتاعي وبضيف شويه من اللوز وحمصهم الاثنين مع بعض. فول سوداني ممكن اذا ما عنده ممكن الفول السوداني ممكن اضيف فستق اذا كان عندي فستق اي نوع جوز عين الجمل فهي في خيار متاح قدامه انه استعمل اي نوع من انواع المكسرات الموجوده عندي. نعم. متاح انا ممكن استخدمه بغض النظر عن انه انا استخدمت شنو في الطبق. اذا نحن نتركك تقلب اللحمه على النار. نذكركم مشاهدينا نصائح وفوائد طبق اليوم. بيت الهنا. برضو شايفين من المكونات الزبادي واللبنة ما كان ممكن نكتفي بنوع واحد منهم يا شيف سامي؟ فأنا عندي اللبنة ثقيلة جدا طبعا والزبادي نوعا ما خفيف فبحاول أخلط بيناتهم الاثنين على أساس أنه أطلع خلطة تكون متجانسة ما بين الخلط الاثنين. نعم. مع بعض يعني الزبادي لأنه بيميل للحموضة واللبنة فيها يعني حاجة ملمسة كريمي أو دهنية أكثر فدهنية أكثر فأنا حتى إذا استخدمت الزبادي لوحده. نعم. فالزبادي بيقطع لي في النار وبتبقى يعني يبقى بيديني شكل يعني ما مقبول بالنسبة للطبق بتاعي. نعم. عشان كده ما بستخدم الزبادي لوحده دائما استخدم مع اللبنة على أساس إنها بتم طبعا اللبنة متماسكة في تكوينها. نعم. وما ما 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 بتفك لي في النار أو ما بتقطع. نعم. وبيكون الصوص بحيث انه يكون مفصول بمويه وجزء ثاني زبادي. أيوة كده حتكون متجانسه مع بعضها. أيوة طيب نعم. شيف سامي انت هنا ما استخدمت ولا طماطم ولا اي نوع من الصلص باعتبار انه انت بتستخدم اللبنه والزبادي، اذا احنا مثلا حبينا نغير شويه وما استخدمنا لبنه وزبادي ممكن نستخدم الطماطم عادي؟ انا ممكن استخدم يعني في المكرونات يكون عندي ممكن استخدم الطماطم لوحدها اعملها كصوص برضه. نعم. بنفس الطريقه بقى شويه من البصل والثوم واشتغل ممكن اضيف لها شويه صلصه. نعم. يعني الطماطم لوحدها او ممكن كمان انا اعمل مثلا اللحمه المفرومه زي ما هسه انا اشتغلتها عملت خلطه من اللحمه المفرومه فاللحمه المفرومه انا ممكن اشتغلها واعمل اعملها برضه لوحدها بس باضافه صلصه ممكن برضه اعمل اللحمه لوحدها. نعم. فهي او ممكن في اكثر من شكل للتحضير في اكثر من شكل. نعم. وبعدين حتى ممكن اشتغل اعملها بخضار من غير اي نوع من انواع الصلص او اي نوع من الطماطم للناس النباتيين طبعا. ايوه نعم يعني المكرونه الناس بيستخدموها كزياده في الاطباق كنوع من الزينه احيانا لما يكونوا عاملين طبق دسم بيكون المكرونه منثوره حوالينه. احنا اليوم استخدمنا الاسباجيتي لكن اضفنا له اللحمه اضفنا له الزبادي واللبنه فاصبح غني جدا يعني بالمواد الغذائيه. ايوه نعم فهو غني جدا جدا بالمواد الغذائيه الموجوده فيه. نعم. وبعدين كان كده يعني بكون عندي طبق او بتكون عندي صلصه تحضرت صلصه بتاعتي تحضرت فهي صلصتي انا هسه ما فيها اي نوع من انواع صلص او اي نوع من الحاجات الحمراء طماطم فكلها مكسرات مع اللحمه مع الزبادي واللبنه. نعم. الاثنين مع بعض. اذا انت حسي وريتنا مكوناتها او ذكرتنا بها واحنا كمان حنذكر المشاهدين مقادير طبق اليوم. بيت الهنا. We'll be right back.
بيت الهنا. شيف سامي، بعد ما جهزت صلصة المكرونة اللي هي مشتقة الزبادي واللبنة وكمان اللحمة والمكسرات، فبجي هنا بضيف المكرونة بتاعتي طبعا زي ما معروفة مطهية جاهزة. نعم. هي ما عايزة من ناحية كثيرة طبعا حسب الكمية اللي أنا عايزة. نعم. ممكن أضيفها، فبالطريقة دي يعني ما بالضرورة أي كمية سلقت، إحنا من ناسق بينه وما بين كمية الزبادي واللبن الموجودة، لازم يكون في تنسيق يعني. أيوة لازم يكون في تنسيق، بعدين حتى الكمية اللي أنا محتاج لها يعني. نعم. أنا عايز أقدم لكم شخص برضو، دي بتحكمني في إنه أنا أشوف أخذت الكمية المناسبة من المكرونة بتاعتي أو من الاسباكتي في الطبق بتاعي ده، فبالطريقة دي كده بعد ذاك ممكن أضيف لها من البقدونس، شوية من البقدونس وكلها مع بعض مزية حتى بقى فيه تجانس ما بين لون المكرونة واللحمة وخلطة الزبادي باللبنة والمكسرات ولون البقدونس، يعني مكونات غذائية وتنوع حتى في الشكل. أيوة نعم، فدار أذكر إنه هي كده بطاريتها دي ما بتحتاج أي زمن في النار. نعم. فطوالي أطفي عليها النار وما أخليها في النار كثير على أساس. نعم. إنه ما تتكسر لي الباستا بتاعتي. نعم. المكرونة بتاعتي كده طبقنا جاهز الآن للتقديم يا شيف سامي. الطبق بتاعي كده أنا جاهز. نعم. للتقديم، وأشوف أنا مثلا يعني زي دي كده أنا عندي طبق وحتى في ناس أحيانا ما بيحبوا إنه المكرونة تكون سخنة جدا، يعني بخلوها تبرد شوية. أنا عندي بعدين بيقدموها. عندي طبق مثلا الدار طبق كبير بالطريقة دي على أساس إنه أبرز فيه الحياة بتاعتي اللي المكونات أنا أصلاً الموجودة عملتها، فبقوم. نعم. بالطريقة دي أضيف الطبق بتاعي. نعم. يعني حتى زي ما شايفين أنا عندي هنا الصوص خليته محكم جدا، ولا في زيادة في السباجيتي ولا زيادة في الصوص. أيوة نعم. نعم. فإذا عايز أنا أعمل أي زيادة ممكن أزيد الصوص. نعم. بتاعي، فإذا عايز أتناولها في ساعتها طبعا ما محتاج إني أزيد الصوص، بسيبه بطريقته دي، بجي بشيل باقي اللوز بتاعي وباقي الصنوبر نضيفهم. أضيفهم للطبق. نعم. بتاعي زي يعني بيهم. شكل شهي جدا شيف سامي ومكونات غذائية كثيرة. ديك العافية على طبق اليوم. الله يعافيك أستاذة ساحر. اليوم احنا قدمنا لكم طبق الاسباجيتي، ان شاء الله يكون عجبكم. هنا اتشروق دوت تي في، راسلونا على بريدنا الالكتروني والى اللقاء.